مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ما الذي يدفع مليارديرة وأديبة عظيمة للانتحار؟ هذا ما سنشاهده في هذه القصة. دي قصة حياتي طمنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق زيارة موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك أو سكايب أو بكل الطرق. بيسعدنا جدا تواصلكم معنا أحبائي المشاهدين. اكتبوا لنا تعليقاتكم، أراءكم. تقدر تعمل داونلود تحميل لكل القصص السابقة. اكتب لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو أي قصة ممكن تفوز علشان تكون واحدة من قصص برنامج حياتك في قصة. قصتنا النهاردة قصة، يعني أول ما أقول اسمها أكيد هتبدأ تعرف فكرة القصة. قصتنا النهاردة بعنوان هاري بوتر. قليلين اللي في العالم كله بكل اللغات ما يعرفوش سلسلة كتب هاري بوتر وسلسلة أفلام هاري بوتر. هذا الغلام اللي شكله مميز واللي هو بيتقابل مع سحرة. قصتنا النهاردة بتحكي عن كاتبة هاري بوتر، سلسلة هاري بوتر، هي جي كي رولينج. جي كي رولينج هي انجليزية، جوان رولينج ماري ده اسمها، لكن بالاختصار جي كي رولينج. كاتبة انجليزية حصلت على وسام الشرف البريطاني ولقب ديم. ولدت في شيبينغ سودبري في جنوب جلوسيسترشبر. طبعا ده مدن في انجلترا مش حافظها انا كويس. فتولدت يوم 21 يوليو سنة 1956. وهي اتجوزت وبعدين طلقت جوزها، جابت منه ولد اسمه بنت اسمها جيسيكا، ثم اتجوزت مرة تاني ومعها كمان ولدين. عاش فترة في البرتغال وفترة في فرنسا. لما رجعت إلى إنجلترا من البلاد دي اكتشفت أن مامتها كانت قد فارقت الحياة، وبدأت هي تكتب قصة هاري بوتر. وكانت محبطة جدا جدا. سنة 1995 بدأت تكتب، ولما قدمت العمل لدور النشر يعني ما حبوش يكتبوا اسمها على أول كتاب لهاري بوتر، لأنه قالوا الناس مش هتحمس لكتاب زي ده. لكن حقق نجاحات بارعة. كان أول الكتاب اسمه هاري بوتر وحجر الفيلسوف، وبعدين بدأت السلسلة وباعت أكتر من 300 مليون نسخة حول العالم. عام 2004 ذكر ان ثروتها تجاوزت المليار دولار وبقت تاريخية. هي اول امرأة تصير مليارديرة من الكتاب في التاريخ البشري. يعني اول امرأة، هي انجليزية طبعا. بس كتاب الامير خليط الدم بس باعت منه 10 ملايين نسخة يوم صدوره. انا فاكر في الوقت ده بجد سمعت ان الناس باتت بالليل تنتظر اول ما المكاتب تفتح، وكانوا طوابير طويلة. بقت سرية جدا، وبقت واحدة من اكتر الشخصيات تأثير نفوذ بسبب رؤية جات لها في القطار بتاعت هاري بوتر، حولتها بموهبة فذة الى السلسلة الناجحة. لكن كل العظمة دي ساندي تايمز ذكرت، واكتر من، وعلى النت على فكرة لو دخلت وبحثت على اسمها تلاقي انها امرأة كئيبة حاولت الانتحار اكتر من مرة. عجب العجاب. يعني فلوس تلاقي، عيال عندها، شهرة، وسام شرف، عايزة ايه تاني؟ تاريخ، دخلت التاريخ.
رولينج صورة لكثيرين من المشاهير والعظماء، يمكن قلت بعض منهم في برنامج حياتك في قصة، اللي الثروة والشهرة وأنواط الشرف ومقابلات الرؤساء الدول لم تجعلهم مكتفين. إيه اللي حصل لرولينج كاتبة هاري بوتر؟ هستكمله معاك، بس أرجوك أرجوكي ركز معايا في الترنيمة الجميلة، ترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلو الأردني الصوت الأصيل العميق عيسى كعبر والعزف الرائع بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة في كلام كتير عن هاري بوتر. أوهام كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حلية الأيام دي من غير يسوع أوهام. أوهام كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حلية الأيام دي من غير يسوع أوهام. يا ما حاولت في بعادي ما اسمعش صوتك بينادي، يهمس يقول ان العالم يضحك عليك، لكن ما قدرتش على صوتك، صوتك ذكرني انا بموتك، صحاني بكلمة حبيتك انا راجع عليك. يا ما حاولت في بعادي ما اسمعش صوتك بينادي، يهمس يقول ان العالم يضحك عليك، لكن ما قدرتش على صوتك، صوتك ذكرني انا بموتك، صحاني بكلمة حبيتك انا راجع ليك. اوهام كل الحياة اوهام، من غير يسوع اوهام، لو حلية الأيام دي من غير يسوع أوهام. فكرت ألاقي الحرية لما بعد وامشي الوحدية، يمكن أيامي وليالي تخفى عليك، وتريني وحل العبودية بغرق فيها شوية شوية، مش دي الحرية الحقيقية أنا راجع ليك. فكرت ألاقي الحرية لما بعد وامشي الوحدية، يمكن أيامي وليالي تخفى عليك، وتريني في وحل العبودية بغرق فيها شوية شوية، مش دي الحرية الحقيقية أنا راجع ليك. أوهام كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حلية الأيام دي من غير يسوع أوهام. سامحني إن كنت في يوم خنتك، حبيت العالم وانكرتك، أنا عارف رب إني وعدتك أنا هفضل ليك، لكن وعدك تستناني لما أرجع لك أنا من تاني، تغفر لي وتنساني أناني أنا راجع ليك. سامحني إن كنت في يوم خنتك، حبيت العالم وانكرتك، أنا عارف رب إني وعدتك أنا هفضل ليك، لكن وعدك تستناني لما أرجع لك أنا من تاني، تغفر لي وتنساني أناني أنا راجع ليك.
كل الحياة أوهام من غير يسوع أوهام لو حلية الأيام من غير يسوع أوهام أوهام كل الحياة أوهام من غير يسوع أوهام لو حلية الأيام من غير يسوع أوهام روعة. أخونا عيسى كعبر، أخونا بيتر أنيس، أوهام كل الحياة أوهام لو حلية الأيام من غير يسوع أوهام. بجد بجد الكلام ده مش كلام بنقوله كده في الترنيم والوعظ، ده حقيقة اختبروها أعظم الناس. يعني سليمان الحكيم قال أوهام. تعالوا مع بعض نبص ليه مثلا راجل لا في بعده ولا قبله، يعني ليس في كل الوجود أغنى وأعظم من سليمان، إلا المسيح طبعا هو ذا أعظم من سليمان هنا، لكن لم يكن ملك قبله ولا هيجي ملك بعده، هكذا قال الكتاب. قال إيه؟ قال قنيت عبيد وجواري، جامعة 2:7، وكان لي ولدان البيت، العبيد اللي اتولدوا من العبيد اللي عنده، كان لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، جمعت لنفسي فضة وذهب. ما كانش ما قدروش يعدوا الذهب والفضة على فكرة في أيام سليمان، بقت جبال من الذهب والفضة. خصوصيات الملوك والبلدان، العاج والأشجار والبرفانات والعطور. اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات، ما كانش عنده تلفزيون في قنوات، هو كان بيجيبهم عنده. تنعمات بني البشر سيدة وسيدات، اتجوز 1000. طبعا أنا عارف أنه غلبان بس هو عمل كده. فعظمت وزدت أكثر من الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي، ومهما اجتهدت عيناي فهذا لم أمنعه عنهما، لم أمنع قلبي من كل الفرح، لأن فرحي فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل أوهام، زي ما رنم لنا عيسى كعبر من شوية، أوهام، فإذا الكل باطل وقبض الريح. باطل يعني أوهام، قبض الريح يعني مسك الهوى. واحد فرحان مثلا، واحدة فرحانة بجمالها، والجمال يروح بعيد عنك مثلا، بعيد عنك يعني من أول حقنة كيماوي مثلا أو أول صدمة. فرحان بفلوسه والفلوس ياخدها حرامي، زي المسيح قال في هنا في الأرض سارقين وسوس وصدق. كل باطل وقبض الريح، ماسك الهوى، أو أمور تجعل القلب يزداد انقباضا، فكلما ازداد الغنى ازداد الفراغ وبالتالي ازداد الضياع. أوهام. دي النقطة الأولى في قصتنا النهاردة، هاري بوتر، عن كي جي كي رولينج كاتبة سلسلة هاري بوتر، أول مليارديرة في التاريخ من خلال الكتابة، وكيف أنها تحاول الانتحار أكثر من مرة. واحد، العالم أوهام وفناء. النقطة الثانية، الانتحار ليس هو الدواء. يبقى العالم أوهام وفناء. النقطة الثانية، الانتحار ليس هو الدواء. يمكن سمعتوني في أكتر من حلقة بتكلم عن مشاهير، أنا مش بخترع أو بدور، يعني كان عندنا برنامج وكان برنامج كله عن المشاهير، وبعدين لقيت إن 60% من المواضيع اللي أنا هتكلم فيها عن أخرها انتحار. قلت لهم يا جماعة، كنت مش أنا اللي بعد البرنامج، قلت لهم يا جماعة يعني الناس هتقول إيه للمشاهدين؟ قالوا طب إحنا اللي مؤلفين، ما هم المشاهير أغلبهم بتنتهي حياتهم الانتحار. وعلى فكرة في أكتر من حلقة وجهت سؤال للمشاهدين، قلت لهم ابعتوا لي بأسماء السبعة اللي انتحروا في الكتاب سأرسل لكم هدية. فقابلت ناس كتير في أمريكا وكندا وأستراليا وكل مكان يقولوا لي على فكرة احنا مش لاقيين السابع، عشان كده ما بعتناش. عشان كده النهاردة هقول لك السبعة اللي انتحروا بسرعة، هات ورقة وقلم وركز فيهم. سبعة انتحروا،
وهم السبعة اللي انتحروا كان بيحركهم الشيطان أو ساكن جواهم. مثلا أول منتحر أبي مالك بن جدعون في سفر القضاة وصح 9 وعدد 54. هتقول لي بس مش هو اللي قتل نفسه، هو انتحر عن طريق شخص آخر، قال للغلام اقتلني وده بالإجبار فقتله. تاني منتحر هو شمشون للأسف الشديد، قال لتموت نفسي مع الفلسطينيين، الكلام ده في قضاة 16. تالت منتحر هو شاول الملك، ولاحظ ان شاول الملك كان ملبوس بالشياطين فعلا، فالشيطان قتال للناس منذ البدء، وأبي مالك كان ملبوس من الشياطين لأنه قتل إخواته الـ70. إيه ده؟ يعني دايما اللي بينتحر وهي قوة يقول لك كانت ساعة شيطان. أنا بقول للي بيقول لي كده مثلا، بقابلهم لما أزور السجون علشان أوعظ أو كده، يقول لي أنا قتلت كانت ساعة شيطان، أقول له هو عمر الشيطان، تعالى المسيح وابدأ عمر مع المسيح، هي ساعة الشيطان ده النتيجة، عارف دي الخلاصة، لكن أساسا كان في علاقة طويلة مع الشيطان بتنتهي بالقتل أو الانتحار. رابع واحد غلام شاول، حط السيف وعليه مات، انتحر برضه، يعني هو ملبوس بالشياطين وحتى الواد غلامه منتحر. خامس واحد أخي توفل اللي صلى داود وقال ابطل يا رب مشورة أخي توفل. غلام شاول في أخبار الأيام الأول 10-5، أنا بقول كده لأني بجد عشرات المرات سئلت، فعلشان كده بقولهم للي سألوني. أخي توفل في صمويل الثاني 17 وعدد 23، راح شنق نفسه. زمر الملك، زمر الملك ده بعيد عنك يعني، يبقى جد أخاب، وأخاب ده أكتر واحد مش شيطان، لدرجة أن الكتاب بيقول لم يكن كأخاب وإيزابل اللذين باعا أنفسهما لعمل الشر. يعني زمري جاب عمري وعمري جاب أخاب، يعني عيلة مشيطنة بعيد عنك، ما هي سلسلة. وزمري كمان انتحر بطريقة الحرق يا أبوي. ثم يهوذا الإسخريوطي أشهر المنتحرين في متى 27، دول 7 أشخاص، أبي مالك، شمشون، شاول الملك، غلام شاول، أخي توفل، زمري، يهوذا. وفي طبعا سجان فيليب حاول انتحار لم ينتحر، فده مختلف. أدي 7 انتحروا كلهم، يهوذا الإسخريوطي كان شيطان فعلا، قال أليس اخترتكم 12 وواحد منكم به شيطان. يعني لو فكرتي في الانتحار ولو مرة، على فكرة أنا بقول للأباء والأمهات والعلم بيقول كده والطب بيقول كده، لو ابنك أو بنتك ذكروا أنهم فكروا في الانتحار أو حاولوا في مرة، خد الموضوع سيريس، خده جد، لأن ممكن الشيطان يسيطر عليهم. هتقولي بس في بعض الأمراض النفسية وبعض الأدوية بتساعد على الانتحار، صح، بس برضو إبليس بيتدخل في كل هذه الأمور. يبقى أوهام وفناء، ثم الانتحار ليس دواء، وأخيرا طريق الاكتفاء. طريق الاكتفاء في شخص واحد، صدقني ما علشان لابد نوعظ. مؤلفة هاري بوتر جي كي رولينج كان عندها فلو، هي ما زالت تعيش، وأتمنى أنها تتعرف على المسيح فتكتفي وينقذها من كل محاولة الانتحار والاكتئاب. قال المسيح للسامرية: كل من يشرب من هذا الماء، فلوس، شهرة، جوائز، هيعطش أكثر، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، قال المسيح، فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. اكتفاء. قال الرسول بولس: تعلمت أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أجوع، أعرف أن أستفضل. وقال مش اكتئبوا أو انتحروا، افرحوا في الرب كل حين. والعجب يا أخي أن كتب رسالة الفرح دي منين؟ من السجن. هتقولوا طب ما أنا عارف في مساجين سياسيين بيهتفوا ضد الدولة اللي فيهم وهم عارفين أنه يعدموا، بيهتفوا ضد الدولة مش فرحانين، لكن المسيح الحقيقي اللي اختبر المسيح ومكتفي يقول الرب راعية فلا يعوزني شيء. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، ما تدورش على طريق تاني. الحياة أوهام، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسك، خسر نفسه. عشان كده أتمنى دلوقتي مش في الحلقة القادمة تصلي معايا، سيب اللي في إيدك بجد واركع قدام التلفزيون معايا، أنا بدعوك لحاجة الخيرة، وقول له يا رب يسوع أنا عندي فلوس، أنا عندي صحة، أنا ناجح، عندي شهادات دكتوراه أو غيره،
لكني يا رب أنا بعيدة عنك، أنا محتاجة لك يا رب، تعالى في حياتي، تعالى في بيتي، تعالى املأني سعادة، عالجني. الانتحار ليس هو الحل يا رب يسوع، تعالى غسلني بدماك من كل قاذورات وأفكار العالم، اهدم كل أفكار وظنون في ذهني بناها العدو يا رب، وأنا بسلمك حياتي. إن كنت صليت هذه الصلاة من قلبك هتسمع الدليل جوه قلبك، يعني استمر صلي لغاية ما تسمع جوه قلبك ده الدليل بجد، صوت كده صوت حقيقي في قلبك بيقول لك مغفورة لي خطاياك، انت ابن لله، مبروك عليك السماء، اشبع بيا يا ربي. تسمع الصوت ده وان ما سمعتوش استمر صلي وراسلنا. اتركك في رعاية الله في ملء الاكتفاء، الى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة فرح واكتفاء. بأوهامني خطيرة روعة. ايه ده؟ عزيزنا المشاهد، اذا اردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. اوهام كل الحياة اوهام، من غير يسوع اوهام، لو حلية الايام دي من غير يسوع اوهام. أوهام كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حلية الأيام دي من غير يسوع أوهام. يا ما حاولت في بعادي ما اسمعش صوتك بينادي، يهمس يقول إن العالم يضحك علي.